ده برضو من ضمن الموديلات اللي هتيجي في امتحان شهر فبراير. اول سؤال بيقول لي which of the following is part of biosphere، مين دول تبع البايوسفير؟ اقول له animals. طيب مين اللي بنسميه اللايزوسفير؟ الجيوسفير بنسميه لايزوسفير. الجراوند ووتر بريزنت اندر ذا ايرث، الجراوند ووتر اندر ذا ايرث ان ذا روكس، ده تفاعل مين مع مين؟ الجراوند ووتر هيدروسفير والصخور جيوسفير. طب ال 69.5 دي ميه سولت، الجيف ريزون some pond and lakes may be dry، ليه بعض البرك بتاعت الميه بيحصل لها جفاف؟ هقول له due to increase evaporation. true or false the river always flow from area of flower to area of fire، هل الريفر بينتقل من مكان اقل لمكان اعلى؟ لا، الريفر بيروح من high altitude to lower altitude. number two all animal and plant can live in aquatic، كل النباتات والحيوانات بتعيش في الاكواتيك؟ اقول له لا. number 3 some animal live in stream زي الكات فيش والسمون، هقول له صح، اللي بيعيش في الستريم كات فيش اند سمون. number 4 ليك برداويل سولت ووتر، بحيره الميه المالحه في مصر برداويل، صح. what happened في كلمه ستيت يعني يا سوليد يا ليكويد يا جاز، يبقى ايه اللي يحصل للووتر لما تتعرض لكولد ويزر طقس شديد؟ طقس بارد شديد الاقي الووتر اتحولت لسوليد، هقول له water it change into solid، واقول له بين قوسين ice، هو قال لي state يعني الحاله هتبقى solid ولا liquid ولا gas. الكومبليت water can cause نقط بروسس زي النقط بروسس اوف روك، الميه لو قال لي الميه بتعمل ايه للروكس؟ هقول له withering and erosion. نمبر 2 بيقول لي earth systems الانكلود، لو لقينا سيستم يا بايوسفير يا اتموسفير يا جيوسفير يا هيدروسفير، ليفنج اورجانيزم الكائنات الحيه، لو لقينا الكائنات الحيه يبقى بايوسفير، زي مين؟ زي الانيمال البلانت. نمبر 3 بيقول لي رات ديج ابورو ان ذا سويل، فار حفر نفق جوه التربه، انتر رياكشن ما بين مين ومين؟ الرات تبع البايوسفير. طب والسويل التربة جيوسفير. السؤال اللي بعده بيقول لي موست ليك ايه؟ الموست مية فريش لكن السام ايه؟ مية سولت، اغلب المية الليكس مية فريش. بيقول لي كروس اود وورد ريفر ورين ووتر وجولف وجراوند ووتر، الريفر مية فريش والرين مية فريش والجراوند ووتر مية فريش، لكن الاوشن والسي والجولف ميه صوت. كلمة جولف زي خليج السويس وخليج العقبة، كلمة خليج يعني ميه مالحة. موديل 2 هنا بيقول لي الايروشن اوف روكس باي ووتر، عبارة عن تفاعل مين مع مين؟ الروكس جيوسفير والووتر هيدروسفير، يبقى جيوسفير مع هيدروسفير. فلاوندر فيش كان ليف ان ايه؟ كلمة فلاوندر فيش هي الموسس فيش، الاثنين دول موجودين في فين؟ في الاوشن. الاوشن يحتوي على مين؟ كل دولفين ستار فيش موسى فيش، الميه الفريش نسبتها كام؟ 3.5. all the following fresh ما عدا ايه؟ احنا قلنا مين الميه المالحه؟ اوشن سي جولف. give reason ليه الميه الفريش كانت بي يوزد، ليه الميه الفريش اغلبها ما اقدرش استعمله؟ هقول له most fresh water are frozen. الكوريكت بيقول لي الووتر اوف ستريم از كاركترايزد باي نقط ووتر، لو لقينا ستيل عكس الستيل رانينج وعكس الفريش سولت، يبقى عكس الستيل هقول له رانينج. طب الووتر بتغطي قد ايه من الارض؟ الووتر بتغطي 71. الساينتست قسم الارض لكام سيستم؟ بايوسفير هيدروسفير جيوسفير اتموسفير. طب مين السيستم اللي جواه جاز؟ يبقى اتموسفير. What happened? Plant can't get carbon dioxide. لو النبات ما عرفش ياخد الكربون دايوكسيد هقول له can't make on food by photosynthesis process. بعد كده هنا عندي scientific term. أنا بعرف scientific term من أول كلمة. سؤال في كلمة system. يا بايوسفير يا اتموسفير يا جيوسفير يا هيدروسفير. في كلمة rocks. لو لقينا rocks يبقى جيوسفير. نمبر 2 بيقول لي largest salt water، اكبر ميه مالحه هتبقى الاوشنز.
السؤال اللي بعده، لارج اريا، اول ما الاقي لارج اريا يبقى ده تعريف البايوم، لارج اريا يبقى بايوم. السؤال اللي بعده فيه كلمة اريا، لو لينا اريا يا شالو اريا يا ديب اريا، مين الاريا اللي فيها كرة الريف؟ هقول له شالو اريا. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي رقم ايه تبع انهي سيستم؟ رقم ايه بيشاور على الجبل او الصخور؟ يبقى جيوسفير. رقم بي بيشاور على الووتر يبقى هايدروسفير. ايه تاني مهم جدا في امتحان الشهر؟ كل الاساينمنت. اساينمنت 1 بيقول لي ده ان شاء الله فيديو مراجعه لامتحان شهر فبراير، مش هيخرج منه الامتحان. اول سؤال بيقول لي الايرث سيستم كونتين ماونتنز، اول ما الاقي ماونتن جبال او حاجه ليها علاقه بالصخور يبقى جيوسفير. نمبر 2، هو ان ووتر ايفابوريت فروم ذا اوشن، انت الرياكشن ما بين مين ومين؟ الووتر هيدروسفير، وفي كلمه ايفابوريشن يعني كون ووتر فيبر، يبقى ده تبع الجاز يبقى اتموسفير، يبقى الاجابه هتبقى سي، هيدروسفير مع اتموسفير. نمبر 3، which of the following describe atmosphere، كلمه اتموسفير يعني جاس راوند ذا ايرث، الغازات اللي محوطه بالارض. What happened to state of water when it evaporates؟ طبعا لما الاقي كلمة state يا solid يا liquid يا gas، ايه اللي يحصل للstate لما المية تتبخر؟ هقول له it changed from liquid to gas. الكوريكت بيقول لي الwater 3 over 4 of the earth، عشان كده البلانت بتاعنا لونه ايه؟ الكوكب بتاعنا يبان لونه blue. Number 2، break down rocks، لو لقينا break rocks يبقى weathering. أمال كلمة erosion يعني إيه؟ transportation، عملية تكسير الصخور اسمها weathering. number 3، في كلمة system، يا hydrosphere يا atmosphere يا biosphere يا geosphere، هنا بيقول لي living organism كائنات حية يبقى biosphere. give reason، ليه الwater important for plants؟ ليه المية مهمة للنبات؟ هقول له need water to grow. هنا بيقول لي مديني صور الكلب ده بيشرب ميه، يبقى تفاعل بايوسفير مع هيدروسفير. الانسان بايوسفير وبياخد اكسجين ويطلع كربون دايوكسيد، يبقى بايوسفير مع اتموسفير. نبات جوه الصويل بيشرب ميه من الصويل، يبقى بايوسفير مع هيدروسفير. هنا بيقول لي بايو مع جيو يعني كائنات حيه مع ارض، يبقى الاجابه رقم 3. رقم 2 بيقول لي بايوسفير مع هايدرو يعني كائنات حية مع مية، يبقى الإجابة 1. رقم 3 بيقول لي بايوسفير مع أتموسفير، يبقى رقم 2. assignment رقم 2 بيقول لي when living organism breathes، أول ما الكائنات تتنفس يحصل interaction مين مع مين؟ الكائنات الحية، يبقى بايوسفير. طب رقم 2، في كلمة ocean و river و sea، مادام أي حاجة تخص المية هيدرس فيه. رقم 3، during water cycle ال water evaporate forming ايه؟ المية لما تتبخر في الجو تعمل لي cloud. give reason، give reason withering of rocks due to fluid is example of interaction between two earth sphere. ايه معناها؟ الصخور لما تتكسر بفعل الفيضان ليه عبارة عن تفاعل اتنين سيستم مع بعض او اتنين سفير؟ هقول له عشان المية هيدروسفير والصخور جيوسفير. هقول له الروكس بيلونج يعني تنتمي، الروكس بيلونج تو جيوسفير تبع نظام اسمه جيوسفير. طب والفلودز الفيضان؟ الفلودز بيلونج تو هيدروسفير. ترو اور فولس، بيقول لي water fall part of atmosphere، المية تبع الاتموسفير؟ طبعا لا، المية تبع الهيدروسفير. الاتموسفير والهيدروسفير affect the water cycle؟ طبعا صح. طب ليه؟ الاتموسفير اللي هو البخار اللي طالع من المية ويعمل سحب ويرجع تاني، السحب تكون مطر، يبقى ده تفاعل اتموسفير مع هيدروسفير. السؤال رقم 3، there interaction between hydrosphere and geosphere when fluid moves the rocks. الفلود هيدروسفير والروكس جيوسفير، يبقى الإجابة طبعا صح. كروز أود وورد، اختار الكلمة المختلفة، ووتر أكسجين نيتروجين كربون دايوكسيد،
ده جاز وده جاز وده جاز، يبقى دي الوحيده اللي ايه اتموس، الوحيده اللي هيدروسفير. هنا مديني رسمه وبيقول لي الشكل رقم ايه، بيقول لي الرسمه ايه دي تبع مين، الرسمه ايه بيشاور على الزرع اللي جوه الميه، يبقى الزرع اللي جوه الميه بايوسفير. طب الرسمه رقم بي بيشاور على، بيشاور برضو على الكربون دايوكسيد، هناك في بقليل كده بتطلعها، يبقى النبات بيطلع كربون دايوكسيد ده تبع اتموسفير. رقم 2 بيقول لي رقم سي دي بيشاور على الميه، يبقى الميه هيدروسفير. طب رقم دي بيشاور على الروكس، الروكس دي جيوسفير. طبعا الفش السمكه تنتمي لايه؟ الفش بيلونج تو بايوسفير. assignment رقم 3 بيقول لي the نقط include all forms of water، لو لقينا water hydrosphere. النيتروجين، نيتروجين وإير وكربون دايوكسيد كله اتموسفير. رقم 3 بيقول لي water surrounded by land، الميه اللي متحوطه للارض، ده تعريف كلمه ليك اللي هي بركه الميه. give reason ليه most fresh water can't used، ليه الميه الفريش اغلبها ما اقدرش استعمله؟ هقول له عشان اغلب الفريش in form of frozen، في صوره متجمده، اغلب الميه الفريش متجمد. نمبر 1 الصن بلاي امبورتنت رول ان ووتر سايكل، طبعا دي الشمس بتسخن ميه البحر تخلي الميه تتبخر وتعمل كلاود، يبقى صح. الجليسير از كونسيدر از ا بارت اوف هيدروسفير، الجليسير ده تلج بس التلج تبع الميه، يبقى صح. نمبر 3 الشارك is example of between biosphere and geosphere، الشارك جوه الووتر biosphere and الشارك biosphere والميه هيدروسفير، يبقى دي رقم. كروس ذا ادوارد ريفر ورين ووتر وجولف وجراوند ووتر كلهم ميه فريش ما عدا الجولف، الجولف اللي هو زي خليج العقبه وخليج السويس دي ميه مالحه. ستريم بوند روكس ريفر، هختار الروكس والباقي تبع الهيدروسفير. مديني رسومات بيقول لي تفاعل مين مع مين، ده طيور بتطير في الهواء، يبقى بايوسفير مع اتموسفير. طب هنا بايوسفير مع جيوسفير، هنا انسان بيشرب ميه يبقى بايوسفير مع هيدروسفير. سيلف اساينمنت 4 بيقول لي both bond and stream contain salt water، البوند والستريم ميه فريش. The sand in the desert is part of geosphere، الرملة تبع الجيوسفير، أي حاجة في الأرض جيوسفير. Number 3 71 of earth covered by water، في 71% متغطي بالميه، صح. Give reason hiding of ant inside the soil interaction between two spheres، ليه لما النملة تستخبى جوه الأرض ده اتنين سفير مع بعض؟ هقول له عشان السويل بيلونج تو جيوسفير والأنت بيلونج تو بايوسفير. الكوريكت our plant look like blue due to presence of A، يبقى وجود البلانت، البلانت الكوكب بتاعنا لونه بلو ليه؟ عشان فيه هيدروسفير، فيه مية، المية نسبتها 71. نمبر 2 بيقول لي salt water in Egypt، هي البحيرة اللي فيها مية مالحة في مصر؟ هقول له بردويل، احنا المية المالحة بردويل والمية الفريش ناصر، يبقى البحيرة عندنا المالحة هتبقى بردويل. نمبر 3 salt water نسبتها كام؟ 96.5. الوات هابن؟ ايه اللي يحصل لو الاكواتيك اورجانيزم ليف ان ليك اند دراي اب؟ لو في كائنات كانت عايشة في بركة والبركة نشفت خالص، هقول له لازم adapt or die، يا إما تعرف تكيف ظروفها يا إما تموت. adapt or die or will die، لو ما عرفش، لو ما عرفتش تكيف نفسها هتضطر تموت. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي ال frog stand on the rock is example of biosphere and geosphere، الفروج بايوسفير والروكس جيوسفير، هقول له طبعا صح. السؤال اللي بعده بيقول لي رقم 1 interaction between hydrosphere and geosphere،
لا هو رقم 1 بيشاور لي على الايدج بتاعت الفروج، البيض بتاع الضفدعه جوه الميه. البيض بتاع الضفدعه بايوسفير والووتر هيدروسفير، يبقى الاجابه هنا هتبقى رونج. بيقول لي هنا ووتر بودي ذات راننج ووتر، هو هنا بيشاور لي على هي الفروج عايشه فين؟ الفروج عايشه في البند، والبند ميه ستيل راكده مكانها مش بتتحرك. سؤال رقم 4، if this water dry up، لو الميه دي نشفت خالص الفروج لازم تعمل ادابت، لازم تعرف تكيف ظروفها، يا اما ادابت يا اما ويل دول. assignment 5 هنا بيقول لي dolphin in the ocean represent interaction ما بين biosphere و hydrosphere. الدولفين بايوسفير والميه هيدروسفير، صح. The earth system which contains sand and rock. الجيوسفير طبعا، الجيوسفير اي ساند وروكس ولاند فورم. الليكس فيها فريش ووتر اونلي، الليكس اغلبها ميه فريش لكن في بعضها ميه صوت. طب هنا بيقول لي مين بيعيش فين؟ مين بيعيش في البوند؟ هقول له الفروك. ومين تاني بيعيش في البوند؟ ووتر ليلي، يبقى دي نمبر 1 و 2. طب مين بيعيش في الاستريم؟ الاستريم يعني جدول ميه صغير، بيعيش في الاستريم الكات فيش والسامون اللي هو سمك السلمون. طب مين بيعيش في الاوشن؟ كلب اللي هي الاعشاب البحريه، كلب ستار فيش ودولفين. كوريكت. هنا بيقول لي ليك ناصر، بحيره ناصر ميه ايه؟ بحيره ناصر ميه فريش. وين رين فول اون ذا سويل، لو المطر وقع على التربه ده تفاعل مين مع مين؟ الرين هيدروسفير والتربه جيوسفير، يبقى الرين تبع الميه هيدروسفير. بيقول لي الميه الفريش نسبتها كام؟ 3.5. وات هابن ستيت اوف ووتر وين اكستريم كولد، ايه اللي يحصل للميه لو تعرضت للبرد الشديد؟ في كلمة state، يبقى يا solid يا liquid يا gas، هقول له change into solid تتحول لحاجة صلبة. السؤال اللي بعده، هنا مديني رسومات بيقول لي ده interaction ما بين biosphere واتموسفير. ستار فيش ده كائن بحري يبقى biosphere والميه هيدروسفير. نمبر 2، التايب اوف ووتر دي فريش، لا الستار فيش بيعيش في الاوشن والسي ميه سولت. ذيز ووتر بادي رانينج ووتر، هل الميه بتاعتها ميه رانينج؟ صح. الاورجانيزم ده بيعيش في الريفر والسي، لا بيعيش في الاوشن والسي. موديل اكزام هنا بيقول لي الاوشن ميه ايه؟ هقول الاوشن ميه سولت اونلي. طب الليكس، الليكس في منه ميه فريش وفي منه ميه صوت. طب الريفر، الريفر لازم يكون ميه فريش بس. طب الجراوند ووتر، هنلاقي الجراوند ووتر اندر ذا ايرث، يبقى 1 هنا هتبقى بي اي ودي سي. الجيف ريزون، ليه الكايند اوف اوشن ديفر فروم ريفر، ليه الميه في الاوشن مختلفه عن الريفر؟ هقول له عشان الاوشن سولت ووتر، لكن ار سولت ووتر، لكن الريفر ميه فريش. الاوشن سولت ووتر لكن الريفر فريش ووتر. الكومبليت، الووتر مسؤول عن انهي بروسس وايه وايه للروكس، الميه بتعمل ايه للصخور؟ ويزرنج اند ايروشن. الستار فيش اند موسس فيش ليف ان ايه؟ ستار فيش وموسس فيش بيعيشوا في الاوشن، لكن السامون والكات فيش بيعيش في الستريم. ليك ايه ميه سولت؟ ايه البحيره المالحه؟ احنا ما عندناش غير بحيرتين مالحه، بحيره برداويل في ايجيبت وعسال في جيبوتي. هنا بيقول لي مين البحيره اللي في عسال؟ هقول في جيبوتي، اقول له بحيره عسال. طب مين البحيره المالحه اللي في مصر؟ هقول له بحيره برداويل. كلمة هايدرو معناها ايه؟ هايدرو يعني فيبر، كلمة هايدرو معناها فيبر. طب وجيو يعني ايرث، وممكن مكان فيبر اكتب ووتر، هايدرو يعني ووتر او فيبر. ووتر وساند وسويل وروكس، المختلف ووتر والباقي جيوسفير. scientific term، لو لقينا سايكل
اول ما الاقي سايكل من غير تفكير، لو لقينا سايكل ووتر سايكل. نمبر 2 بيقول لي سيستم، مين السيستم اللي فيه كل اللاند فورم، التضاريس بتاعت الارض، جبال وهضاب وكله؟ يبقى جيوسفير. ووتري بادي عايز اسم جسم مائي، يعني يا اوشن يا ريفر يا ليك. Always flow from high altitude to lower altitude. مين اللي بينتقل من أعلى لأقل؟ هقول له طبعاً الريفر. Number 4. Area of the coast disappear under at high tide وappear at low tide. إيه المنطقة اللي بتختفي لما يكون في مد كتير وتظهر لما يكون مد قليل؟ أول ما الاقي كلمة tide يبقى intertidal zone من غير تفكير. لو لقينا tide intertidal zone. هنا طبعا الميه الكتيره ميه فريش والميه القليله ميه صوت. هل رقم ايه؟ طبعا رقم ايه دي كميه قليله، دي الميه الفريش. هل الريفر تبع المنطقه رقم ايه؟ صح، عشان دي كميه قليله. هل الفروج بتعيش في الميه بيه؟ الفروج بتعيش في البوند والبوند ميه فريش. كده نكون خلصنا حل الاسئله كلها اللي تخص كونسيبت.